هل الموبايل ده بيقدم اداء مميز في الفئه السعريه دي؟ هل يقدر يتفوق على موبايل زي الاونر بلاي 35 جي، ولا الاونر مازال لسه بيقدم تجربه مميزه اكتر؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه امك ريفيوز، مع الموبايل من الاخر كده اللي في ناس كتير سالتنا عنه ومنتظر جدا من سامسونج السنه دي، وهو الاي 13 5G. انزل الاول كده اخبط لايك، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مننا دايما كل جديد، وعشان نوصل 30,000 مشترك في اقرب وقت. والوقت كالسيف من الاخر، الا لما تقطعه غزك فتنزل على طول كده اللايك. ليه السامسونج اي 13 5G موبايل ممتاز جدا وبيقدم تجربه كويسه جدا، ولكن مضطر اصدمك واقول لك ما ينفعش انك تشتري الموبايل ده ولا تستناه لسبب واحد بس هقوله لك، ما تستعجلش. بس خلينا الاول كده نبدا بالتصميم. سوليد بلون واحد، التصميم ده شفناه كتير الصراحه، هو تصميم كويس جدا وجاي من ماده البولي كربونات. هي سامسونج في الفئه دي ما بتعتمدش على التصميم تماما. قبل ما اكمل معاك كلام عن الموبايل ده، عايز اقول لك ان سعره حوالي 220 يورو، ده السعر المتوقع ليه، يعني تقريبا الموبايل هيعمل له من 3500 ل 3600 جنيه، ده على حسب بعض التسريبات، ولكن اتوقع ان الموبايل يكون سعره تحت 3000 جنيه في مصر، لان التسعير في مصر بيبقى مختلف شويه. ليه بقى ما اشتريش الموبايل ده قبل ما اكمل في بقيه مواصفاته؟ لان انت من الاخر عندك موبايل انا اتكلمت عنه من شركه اونر، جاي قريب جدا من 2400 ل 2500 جنيه، وبيقدم لك اغلب المواصفات الموجوده في الموبايل ده، بل كمان بيعلي عليه في بعض الحاجات وب 2400 جنيه. لو لسه ما شفتش من الاخر كده الفيديو بتاع الاونر بلاي 35 جي، فهسيب لك الفيديو هنا في الاي فوق تخش تتفرج عليه الاول قبل ما تكمل معايا الفيديو ده. خلاص اتكلمنا عن التصميم وقلنا وعدنا فيه، تعالى بقى نخش على نقطه الشاشه ونشوف ايه المميز في الشاشه بتاعه الموبايل. العادي جدا والمتوقع من سامسونج في الفئه السعريه دي شاشه اي بي اس 90 هرتز اتش دي بلس، وجايه بالتصميم المعتاد جدا اللي هو الووتر دروب نوتش والحافه السفليه اللي تعتبر كبيره حبتين. بصراحه مش قابل فكره ان في شركات لحد دلوقتي لسه بتعمل لنا شاشات بووتر دروب نوتش، المفروض بقى خلاص يا جماعه احنا في 2022 فلازم يكون بالهول بنش، ولكن احنا ممكن نعديها عادي جدا. هي شاشه اي بي اس 90 كويسه جدا مع سوفت وير سامسونج، هيديك تجربه مميزه واكسبيرينس ممتازه جدا الصراحه، ولكن خد بالك الاونر جاي بنفس المواصفات دي بالملي وسعره اقل من الموبايل ده بحبه حلوين، فمازال من الاخر كده بالتسعير ده منافس قوي وشرس جدا. هل الموبايل ده بيقدم اداء مميز في الفئه السعريه دي؟ هل يقدر يتفوق على موبايل زي الاونر بلاي 35 جي، ولا الاونر مازال لسه بيقدم تجربه مميزه اكتر؟ الموبايل جاي بنفس المعالج اللي سمعنا عنه هيجي في الاونر بلاي 30 اللي هو الميديا تيك دايمن سيتي 700 5 جي، معالج ممتاز هيديك اداء كويس في الاداء اليومي واداء ممتاز في الالعاب، مفيش اي مشاكل في المعالج ده، معالج محترم جدا وكنا بنشوفه في فئات سعريه اعلى من كده. اما بالنسبه للرام والذاكره التخزينيه، فالموبايل للاسف بيجي ب 4 جيجا بايت رام وبيجي ب 64 جيجا ذاكره تخزينيه، اغلى من الاونر بلاي 30 لحد الان، وبيجي بنص الذاكره التخزينيه الموجوده في الاونر بلاي 30 اللي المفروض بيجي ب 128 جيجا. فمن الاخر لو جبت تقارن الشاشه والاداء هتلاقي ان الاونر بيحمل نفس الشاشه بالظبط وبياخد نفس الاداء بالظبط، وكمان بيزود في نقطه الذاكره التخزينيه وبسعر اقل، ودي الحاجه الوحيده اللي بتخلينا نستبعد الاي 13 5G. لو كان الموبايل ده من الاخر اتعلن عنه قبل ما يتم الاعلان عن الاونر بلاي 30، او كان الاونر بلاي 30 اساسا ما اتعلنش عنه بالسعر ده او بالتفاصيل دي، كنت ممكن اقول ان الموبايل ده ممتاز استناه يقدم لك طفره ونقله في الفئه السعريه دي، ولكن وجود الاونر هنا بيمنعك انك تفكر في السامسونج اي 13 5G خالص، ما تفكرش فيه تماما. الموبايل مازال برضو زي الاونر ما بيقدمش كاميرا الترا وايد انجل، وشكل كده كل الشركات السنه دي هتستبعد الكاميرا الالترا وايد في الفئه السعريه دي، وانا مش عارف ايه الفكره، ما نشيل كاميرا العزل ونشيل كاميرا الماكرو ونحط كاميرا الالترا وايد، ما حدش بيستخدم اصلا العزل والماكرو كتير. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فهي هنا بتجي بدقه 5 ميجا بكسل، ولكن اتوقع من تجربتي قبل كده مع سامسونج في الفئه السعريه دي في الكاميرات، سامسونج تعتبر اقل شركه في المنافسين بتدي كاميرات في الفئه السعريه دي، هي اعلى من انفينكس بس. اما بالنسبه لشاومي وبقيه الشركات بتقدم كاميرات مستخدمه شويه عن سامسونج، سامسونج عايز تاخد منها كاميرات ممتازه تطلع لفئه ال 5000 ال 6000. بعض الحاجات موجوده في الاي 13 5G الصراحه ممتازه جدا وعجبني ان كل الشركات بتتجه الاتجاه ده السنه دي. الموبايل جاي ببصمه في الجنب، محافظ على مدخل 3.5 مللي، وجاي مع ستيريو سبيكر، ودي تعتبر حاجه كويسه جدا ان لحد دلوقتي شركتين من الشركات الكبار بداوا يحطوا الاستيريو سبيكر في الفئه السعريه دي، بعد طبعا شركه شاومي اللي بقالها فتره بتعملها. اما بالنسبه لاخر حاجه، فالموبايل جاي مع بطاريه 5000 ملي امبير وشاحن 15 واط من النوع تايب سي، ولو جينا بصينا على سرعه الشاحن هتلاقيها مش اسرع حاجه في الفئه السعريه دي، في موبايلات موجوده اقل من كده في السعر بشواحن 18 واط، وفي موبايل متوحش كده زي الاونر بلاي 30 هيجي بشاحن 22.5 واط. والمعروف المتوقع من قبل ما اتكلم في سرعه الشاحن ان سامسونج ما بتقدمش هنا صاحب سرعه شاحن يعتمد عليها، هنا سامسونج بتقدم 15، حتى مع الموبايلات الغاليه بتدي لك 25 واط وفي العلبه برضه 15، فما اعرفش ليه سامسونج معلقه على الشاحن.
الشاحن ده. امتى تشتري الموبايل ده؟ تشتري الموبايل ده لو انت بتفكر في موبايل من سامسونج. انت راجل فان لسامسونج وعايز موبايل 5G بسعر قليل، ويعتبر هو الموبايل الوحيد حاليا من سامسونج اللي هيقدم لك ال 5G بالسعر ده. اما بقى لو انت شخص بتدور على القيمه مقابل سعر، فللاسف مضطر اصدمك واقول لك بلاش الموبايل ده تماما. ومن الاخر كده تستنى موبايلين، الموبايلين دول المنافسه ولعه جدا ما بينهم، ومتوقع ان هم هيقلبوا الدنيا في السوق. الاونر بلاي 30 والشاومي ريدمي نوت 11 الجديد اللي برضه سعره هيكون 3000 او اقل من 3000 حاجه بسيطه. فتقديرا من الاخر كده صاحبي للمجهود اللي بيتبذل في هذه القناه كده، تخبط لايك اشتراك فعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.